أسامة سعيد جيتارست شهيرة كمان سينجر اند سونج رايتر لؤي جمال لوكا بيركشنست ماي نيم از حازم اي بلاي ذا كيبوردز انا اسمي باسم وبلعب بيس انا اسمي ماجد وانا بلعب الدرمز في وجعني ورقبة تعوجت شكل الحاجة دي مش ليا الدكاف انا كنت بروح دكاف من سنين وكنت بحبه في ان هو دايما بيقدم انواع فنون متميزة مش سهل انتشارها في الساحة عشان كده كنت لما بروح هناك ببقى عارف ان انا هلاقي دايما حاجة انا مش هلاقيها كل يوم ما بيجيليش الشكل ده في التفكير اتجاه قضية المرأة اكتر ما بفكر في حاجات تانية فمن ناحية المزيكا عندي والفنون فانا عندي الفنون كلها حاجة واحدة وجودنا في المهرجان معناه وجودنا مع عدد من الفنانين احنا فخورين ان احنا نكون جزء من البروجرام اللي هم موجودين فيه الفكره ان احنا مع بعض بدل ما كنا بنجامع المزيكا بتاعتي ومن غير هدف فاقترحنا فكره اللي هو ليه ما نعملش بقى حفله والحاجه اللي انا فاكراها اكتر من اي حاجه كانت ريسك يعني ان احنا حجزنا الحفله قبل ما نخلص اصلا شغل على المزيكا اتبسطنا بزياده شويه موضوع قاعد في فيدباك لطيف من ناس ادانا احساس اللي احنا لا احنا طب ليه ما نكملش يعني نشوف الموضوع هيروح لفين وكده جم ناس فين الالبوم بتاعكم البوم مين يا جماعه احنا بنهرج venues are getting huge right now There is a lot of venues going on, and I think we need more. Musicians have to meet and try to explore more genres. But I think music scene is becoming bigger and bigger. بدأ يبقى في ناس interested أكتر إن هي تسمع ناس عايزة تسمع مزيكا مختلفة عن الاتجاهات الكوميرشال بقى الموجودة من زمان اللي بنسمعها بقى لنا 30 سنة هي نفسها مجرد lyrics بتتغير هي نفس المزيكا What's our next plan? عايزين نسجل. نسجل؟ وإن شاء الله تورز جاية في حاجات في الكالندرز بس لسه احنا we're not absolute about the timing. احنا we need to record, finish the songs and then but think about the tour. Good luck for us.